بس قبل ما نتكلم مع نهى تعالوا نشوف الفيديو الاول. اربع بريات، اربع اساتيك، اربع علب الوان خشب. ليه يا ديناصور داخل السبلاي ليست؟ عندي صدمه وكل اللي حواليا مش فاهمين انا مصدومه ليه، عشان دي مش السبلاي ليست بتاعت مدرستي، دي بتاعت اولاد اصحابي. انا شخصيا مدرسه ابني بتدي له اساسا مقلمه وجواها قلم واستيكه ومسطره وبتقول لنا شكرا مش عايزين اي حاجه ثانيه. ايه يا جماعه الهبل ده؟ تعالوا افرجكم المدارس بتستهبل قد ايه وقولوا لي هل انا عندي حق استغرب ولا كل المدارس كده؟ كده دي سبلاي ليست بتاعت طفله لسه في بري كي جي، يعني لسه ما حصلتش حتى كي جي 1، وبعد ما جبنا قرار كل حاجه وجبنا ارخص حاجه من ارخص حته باحسن جوده ممكنه، الحساب 5000 جنيه عشان حاجات معظمها المدرسه هي اللي المفروض تجيبها. جايبين من كل طفل باكتتين ورق البرينتر. طب ورق البرينتر ده المدرسه مش عايزه تكلف نفسها تجيبه، وطالبه من كل طفل 2 باكتس، ده عشان ايه؟ تبيعه يعني ولا عشان ايه؟ اهو اتفضلوا. اوكي، طالبين لمسدسات شمع 5 واكس فور جلو جان، يعني هم كتر خيرهم ان هم الحقيقه جايبين مسدس الشمع ما طلبوهوش من العيال، عايزين بقى كل عيل هو اللي يجيب الشمع اللي هيستعملوه في المسدس. الرسم مثلا طالبين كل حاجه ماتيريال ممكن الاطفال يبقوا هيستعملوها، طالبين من كل طفل اطباق بلاستيك 100 طبق عشان بقى يرسموا عليه يلونوا عليه مش عارفه ايه، طالبين اللزق، طالبين الورق، طالبين الكوتن بولز دي اللي المفروض يلزقوها على البتاع. كل ده هم واخدين مصاريف قد كده، امال المدرسه بتدفع ايه؟ يعني انا عايزه افهم المدرسه بتدفع ايه؟ ده ناقص يطلبوا من كل طفل المساحات اللي هينظفوا بيها المدرسه، غير الكميات الرهيبه اللي مطلوبه من الحاجات بقى الطبيعيه، زي مثلا 6 تيشو بوكس، 6 تيشو بوكس من الكلينكس ال 500 كلينكسيه ده، 6 من كل واحد عشان يلموا بقى المدرسه كلها 6000 علبه كلينكس يبيعوهم في الاشاره. لو عايزين اقول لكم كل حاجه في الثلاث ورقات قولوا لي، بس انا عندي ذبحه صدريه حاليا، انا مش فاهمه خالص ده عادي ولا لا. الطفله لسه حتى ما دخلتش كي جي 1، امال لو داخله كليه هندسه هتحتاج ايه؟ ومقصات وبلوتك وكراسات سكتش جليتر، سكتش مش جليتر، ومن كل حاجه بقى 5 6. ايه يا جماعه الهبل ده؟ والوان مش عارفه ايه، وكل انواع فرش الالوان، ده هبل. وفي مدارس كتير جدا ما عندهاش ضمير، ولما حاجات بالمنظر ده تطلب بالاعداد دي المفروض الاهالي ما يوافقوش، حتى لو هيجيبوا حاجات من كل حاجه على الاقل يجيبوا على القد اللي هم شايفين ان هو منطقي، ولو الطفل احتاج اكتر يبقوا يجيبوا زياده. لكن في اهدار مال عام، في بجد اهدار مال عام في الهبل اللي انا شايفاه ده. انا عايزاكم دلوقتي بس تقولوا لي هل كل المدارس كده ولا في حاجة غلط؟ هاتوا حاجات منطقية، هاتوا أعداد منطقية، هاتوا حاجات مناسبة لسن أولادكم وللسنة الدراسية بتاعتهم، ولما تلاقوا إن المدارس بتستهبل كده وطالبة منكم حاجات هما اللي المفروض يجيبوهم عشان ده ماتيري اللي المفروض المدرسة تقدمه، وكله برضو من المصاريف اللي انتوا دافعينها مش من جيبهم، يعني ما تقبلوش، ما تقبلوش إن حد يستخفلكم بالمناظر دي.